ازيكم يا جماعة، منين ايه؟ جيت لكم مع فيديو جديد. النهاردة هقول لكم طريقة تنزيل لعبة يويا بيزي لايف وورلد. طبعا يلا بينا نبدأ. اوعوا تنسوا اللايك والاشتراك لو عجبكم الفيديو، وان شاء الله تستفادوا منه. اول حاجة هتفتحوا البلاي ستور، بعدين هتكتبوا اسم اللعبة. مثلا ايه اسم اللعبة؟ وبعدين هتدوس على العلامة دي اللي هي علامة العدسة دي، وهيظهر لكم هنا علامة تنزيل انا منزلها، فيقول لي فتح. بعد ما تنزل هتدوسوا فتح، واللعبة اتولعت واتحملت وكله تمام، وتقدروا تجيبوها من السكرين نفسها. هي دي اللعبة الأصلية والحقيقية. منزلها 5 مليون لهي اللعبة. بس كده يا جماعة، يا رب تكونوا استفدتوا. كنت تشوفوا كمان ناس عاملين لها ريت. طبعا بس كده، اشوفكم مرة جاية مع فيديو جديد. يا ريت يكون اللي كان محتاجها استفاد. باي باي.